هتلاقيني نفس الكلام ده انا عايده لك تاني في البرزنتيشن ديت برضو، اللي هي برضو عنوانها سيركل موشن، برضو بقول نفس الكلام بالظبط، بقول لك اهو ان السنتربيتال اكسلريشن هي سنتربيتال اكسلريشن بوينتس ان ذا دايركشن اوف ذا سنتر اوف ذا سيركل، اتجاه السنتر، ايفن ذو ذا فيلوسيتي اوف ذا سيركل remains constant، برغم ان velocity is remain constant as object is accelerating، تسرع، because it's constantly change its direction، عشان ال direction بتاع ال velocity بتغير. ال formula of centripetal acceleration هي v square over r، ودي ال centripetal force أو نفس الكلام، centripetal force is a force when an object that makes go in a circle، هي السبب اللي مخليه يمشي في السيركل. The force is always directed toward the center of the circle. نفس الكلام. والفورس equal m b square over r اللي هي جايه من نيوتن، هي mass multiply acceleration. اوكي. وده فيديو احنا كنا شفناه مع بعض في السيشن. عايز تشوفه بقى براحتك. بس هنقول هيتقال في نفس الكلام. وده فيديو تاني برضو. وهنا دي مسألة. هنا بقول A 450 كيلوغرام ده الماس، car traveling at 20 meter per second at V goes around a curve ماشي of radius 15 meter determines centripetal acceleration، عايز ال AC هتبقى V square over R، نعيد ونزيد اهو عشان ايه المعلومه تثبت. ال V هتبقى 20 square over the radius 15. طب والماس ده يا مستر؟ لا مش محتاجينه في حاجه، لان هو عايز الاكسلريشن. طب لو طلب مني الفورس هضرب في الماس. اوكي، فانت لو جيت حسبت الكلام ده على الكاسيو هيبقى 20 square over 15 هيطلع معاك 26.7، يبقى الانسر هو ده اللي هنختاره. اوكي، اسئله كمان. مسألة كمان بيقول 0.4 كيلوغرام ادي الماس، ستون is attached to a rope، حجر مربوط بحبل، if you swing the stone in a circle over your head at a constant speed، خلاص طالما انا ماشي في سيركل يبقى انت متوقع انها constant speed على طول of 4 meter per second، ادي ال v، and the length of the rope is 0.8، ادي ال radius، what is the centripetal acceleration of the stone and how much force do you have to apply to keep it spine، عايز يعرف الفورس اللي هي بتخليه يفضل يلف. فلو لاحظت كده في التشويس هو عايز الفورس بالنيوتن، يبقى الفورس الاف سي ايكوال ام في سكوير اوفر ار، الماس عندك 0.4 ملتبلاي الفي، عندنا الفي 4 بس سكوير اوفر ريديوس 0.8، هنضرب الكلام ده يبقى 0.4 multiply 4 square over 0.8 تطلع معانا 8 نيوتن، يبقى هي دي اللي احنا هنسلكت عليها اول واحد. اوكي تمام يا شباب، يا رب تكونوا يكون فهمنا كويس ده بالنسبه للبرزنتيشن ديت. ودي كمان خلصناها، يبقى احنا خلصنا الاثنين دول يا جماعه دلوقتي في الفيديو بتاعنا. طيب دي كمان يعني ما فيهاش جديد برضو. طب ماشي نقولها برضو بالمره، دي برضو ما فيهاش جديد. هنا بنقول in a circular motion even when moving at constant speed do we have an acceleration، بيقول لك برغم اللي احنا ماشيين ب constant speed بس احنا عندنا acceleration. عندنا acceleration. طب ليه يا مستر؟ مع ان ال acceleration هي اللي change of velocity، بس نجاوب على الحته دي كويس. اهو ليه عندنا acceleration برغم ان انا عندي constant speed؟ علشان ال acceleration، يعني انت احنا عارفين كويس ان ال acceleration هي اللي change
velocity per time. طب يا مستر ما هي الفيلوستي ما اتغيرتش، لا هي السبيد اللي ما اتغيرتش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفيلوستي از ا فاليو از كونستنت، لكن الدايركشن اتغير. اه الدايركشن اتغير اهو، ارجع تاني الاوبجكت كان هنا بعدين بقى هنا بعدين بقى هنا بعد بقى هنا، كانت الفيلوستي كانت كده وبعدين بقت كده تانجنت تو ذا كيرف، تانجنت تو ذا كيرف بعدين بقت ابورد. شفت بقى الفيلوستي الدايركشن اتغير. طالما الدايركشن اتغير يبقى الفيلوستي اتغير، يبقى في ايه يا جماعه؟ يبقى في اكسلريشن. اه في وي هاف اكسلريشن رغم ان في عندنا كونستنت سبيد. بالظبط احنا ماشيين الاوبجكت ماشي بسرعه ثابته بسبيد كونستنت، يعني الفاليو ثابت. زي مثلا الاوبجكت ده روتيت 20 متر بير سكند، هيفضل يلف بالرقم ده لو جه هنا 20 متر بير سكند، نفس السرعه 20 متر بير سكند. طب هنا 20 متر بير سكند، يبقى السبيد ما اتغيرتش لكن الدايركشن اوف فيلوسيتي هو اللي اتغير. وطالما الفيلوسيتي دايركشن اتغير يبقى في اكسلريشن، يبقى في اكسلريشن توورد ذا سنتر، قلنا عليها توورد ذا سنتر وسميناها سنتروبيتال اكسلريشن. اوكي في نفس السلايدز ديت بنقول السيركل موشن يو ماست هاف ا فورس دايركتد انورد اللي هي سنتروبيتال فورس، ذيس كولد سنتروبيتال فورس. Centripetal acceleration is acceleration inward that is expressed. You may have heard of centripetal force, which is a force pushing you out. Think of taking a turn in a car. أو أنت بتاخد turn أو بتاخد ملف في الكار. It feels like you are being pushed outside. كأنك بتهدف لبره of the turn. Okay. ده بسبب centripetal force. Centripetal acceleration is speed and radius determine this acceleration اللي هي v square على r. Centripetal force هي mass multiply دي جماعة multiply. Okay. Mass multiply centripetal acceleration. بس ايه للإيضاح يعني. Mass multiply acceleration. Centripetal acceleration. Okay. ده بالنسبة للبرزنتيشن دي. أنا عشان بس إيه الدنيا ما تتوهش من الواحد. Okay. طيب يا شباب يبقى إحنا كده خلصنا اللينك ده. Okay. وخلصنا اللينك ده وخلصنا اللينك ده كمان، خلصنا الثلاثة برزنتيشنز دول اللي هم يخصوا أول عنوان عندنا السيركلر موشن. ناقص لنا كام عنوان كده يا مستر؟ ناقص لنا كده ثلاث عناوين كمان. عايزين بقى نتكلم على اللينير فيلوستي والفرق بينها وبين الانجولر فيلوستي، وده اللي هنتكلمه في عنوان الويف موشن. اوكي يعني احنا عندنا التايتلز اللي داخل ان شاء الله في الكويز بتاعك. الكويز دوت يشمل ايه؟ يشمل فور تايتلز وبالتوفيق باذن الله. اتكلمنا احنا دلوقتي على circular motion وهو ده المطلوب منك بس في circular motion. التو رولز اللي احنا قلنا عليهم centripetal force mass ال v square over r و centripetal acceleration ال v square على r بس. اليونت طبعا بتاعتها متر بير سكند سكوير، وهنا اليونت نيوتن. هنتكلم بعد كده على الويف موشن وعلاقة اللينير بالانجلر. هنتكلم بعد كده على نيوتنز لو فور جرافيتيشنال او يونيفرسال لو فور جرافيتيشنال، ده رول عمله نيوتن. واخر عنوان هنتكلم فيه كيبلرز لو، عالم اسمه كيبلر عمل لنا رولز يخص بيها الموشن ان سبيس، دي اللي هنختم بيها ان شاء الله. اوكي اشوفكم على الف خير، وده اول فيديو من فيديوهات الريفيجن عشان الكويز. السلام عليكم.